السلام عليكم. محاضرتنا اليوم بعنوان التشفير الكتلي بلوك سايفر، اللي يمثل القسم الثاني من أقسام التشفير الحديث مودرن سايفر. في معادلة التشفير الكتلي تكون المدخلات هي النص الواضح plain text، واللي يجب أن يكون كتلة من البتات بعدد بتات يقبل القسمة على 2، إضافة إلى المفتاح اللي هو الكي. النص الواضح اللي هو بعدد بتات يقبل القسمة على 2 راح يتم تقسيمه إلى جزئين متساويين، اللي هما الL نوت والR نوت، يعني الجزء الأيسر والجزء الأيمن. النصفين الأيسر والأيمن راح يدخلون بمعالجات دورية بدورات عددها N، ثم يجري دمجهم لتكوين كتلة النص المشفر Cipher Text. كل راوند لنفرض رقمها I لها مدخلات. المدخلات هي جزء الأيسر للنص إضافة إلى الجزء الأيمن. الأيسر والأيمن مشتقان من الدورة السابقة، إضافة إلى سب كي، مفتاح جزئي اللي هو KI، مشتق من المفتاح الرئيسي. بشكل عام كل KI، كل مفتاح جزئي، هو مشتق من المفتاح الرئيسي، لكن يختلف عنه، ويختلف أيضا عن كل المفاتيح الجزئية المستخدمة في الدورات اللي عددها N. الآن ننتقل إلى عناصر تصميم التشفير الكتلي Feistel Cipher Design Elements. هناك عناصر تؤثر على تصميم خوارزميات التشفير الكتلي. هذه العناصر هي: أولاً Block Size. Block Size يعني حجم الكتلة. Larger Block Sizes mean greater security. كل ما كان حجم الكتلة أكبر كلما أعطتنا security أعلى، لكن بالمقابل تصبح عملية التشفير وفك الشفرة بطيئة. العامل الآخر المؤثر هو الكي سايز، حجم المفتاح. أيضا larger key size means greater security. كل ما كان حجم المفتاح أكبر كلما، يعني أكبر نقصد عدد بتات أكثر، كلما كان السيكوريتي أعلى، لكن أيضا راح عملية التشفير وفك الشفرة راح تصبح أبطأ. مع العلم أنه حجم المفتاح المثالي في خوارزميات التشفير الحديث هو 128 بيتس. العامل الثالث المؤثر هو عدد الدورات number of rounds. فإذا دورة واحدة تعطيني security، لكن دورتين تعطي security أعلى، وهكذا أنه إحنا بزيادة عدد الدورات نحصل security أعلى. التيبيكال سايز بالمودرن سايفر للدورات هو 16 دورة، بمعنى أنه العدد المثالي للدورات هو 16 دورة. العامل الرابع المؤثر هو خوارزمية توليد المفتاح الجزئي Sub Key Generation Algorithm. والمفتاح الخامس والأخير هو Round Function المستخدمة في خوارزمية التشفير الكتلي. إذن هناك خمس عناصر تؤثر في تصميم خوارزميات التشفير الكتلي. أيضا هناك نأخذ بالاعتبار عاملين يؤثرون في التصميم. العامل الأول هو أن نريد نحصل Fast Software Encryption Decryption، أنه خلي في بالنا أنه نريد نحصل بالنتيجة Software سريع يقوم بعملية التشفير وفك الشفرة. والنقطة الثانية Ease of Analysis، بمعنى سهولة التحليل. الشكل هذا يمثل مخطط لعملية التشفير وعملية فك الشفرة بخوارزميات التشفير الكتلي.
في عملية التشفير encryption شوف إنه المدخلات هو plain text وراح يتم تقسيمه إلى نصفين أيسر وأيمن. بالدورة الأولى الصفر راح يكون اسمهم L not و R not إضافة إلى المفتاح الجزئي K not، ثم دورة أخرى وأخرى إلى أن نوصل إلى الدورة N. المخرجات هي راح تكون الجزء هنا عندنا الأيمن صار عندنا Rn زائد 1 لأنه بالأخير راح نعكسهم، وهنا يصير عندنا Ln زائد 1، وهذول يدمجان فيكونان النص المشفر Cipher Text. بعملية الديكريبشن راح نبدأ من Cipher Text، فراح نبدأ من Cipher Text اللي هو Rn زائد 1 و Ln زائد 1 مع المفتاح N، ثم الدورة N ناقص 1 و N ناقص 2 وصولا إلى الدورة NOT اللي يكون مخرجاتها ال L NOT وال R NOT واللي هو ال Plain Text.